شلون يكسرون بالمحلات، يكسرون بالبصريات والمحلات. شاطقتني الدخانية. ها رجع رجع. شيل 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 نطالب بإخراج حسان الهلالي أبو كوثر. اليوم احتفل الساعة بالستة العصر من الحكومة القمعية ومستمرين إن شاء الله. عاش العراق، عاش العراق. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. خلونا نبدأ من الناصرية، بحيث بعد اعتداءات القوات الحكومية على المتظاهرين يوم أمس شهدتها الشوارع الرئيسية لمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم الجمعة. تجددت ظهر اليوم المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ومثل ما شفنا قبل قليل باللقطات في الناصرية منذ ليلة أمس تصعيدا، تشهد الناصرية منذ ليلة أمس تصعيدا واضحا في الحراك الاحتجاجي، وذلك عقب موجة اعتقالات نفذتها قوات الأمن بحق ناشطين تحت ذرايا مختلفة. وتركزت التظاهرات في ساحة الحبوبي وشارع سومر وقرب جسر نبي الله إبراهيم الخليل وشارع البهو. وقال شهود عيان لصحيفة العربي الجديد بأن الأمن هو من بادر بإطلاق الرصاص بعد بدء تجمع المتظاهرين الذين حمل بعضهم لافتات تهاجم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وتصفه بالكذاب على خلفية تنصله من وعود وقف الاعتقالات، وكذلك ملاحقة الجهات التي تقف خلف اغتيال الناشطين. راديو المربد المحلي ذكر بأن قوات مكافحة الشغب نزلت إلى شوارع الناصرية وسط عمليات كر وفر بين عناصرها وبين المتظاهرين. ووفقا للناشط محمد اللامي فإن المئات من المتظاهرين وصلوا بعد ظهر اليوم إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وبأن المتظاهرين رددوا شعارات ضد الحكومة وضد الأحزاب مطالبين بكشف الجهات التي تقف وراء عمليات اغتيال الناشطين في المحافظة. أكد بأن عناصر الأمن قابلت المتظاهرين بالرصاص الحي في محاولة منها لفض التظاهرة، وأوضح بأن الحكومة والميليشيات تريد إنهاء التظاهرات بالقوة، إلا أننا لن نوقف هذه التظاهرات بل سنستمر رغم العنف والقمع. وحمل الحكومة مسؤولية تجاهل عمليات الاغتيال التي تطال الناشطين والتي تجري ضمن سياق محاولات إنهاء التظاهرات. انتقد صمت الجهات القانونية والأمنية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن تلك الانتهاكات. طبعا كانت تعزيزات أمنية قد وصلت إلى مدينة الناصرية ليل أمس إثر تجدد الاحتجاجات الليلية في المدينة على خلفية قيام القوات الحكومية باعتقال أحد الناشطين في تظاهرات المحافظة، إذ انتشر متظاهرون ليلا في عدد من مناطق الناصرية وقاموا بقطع الطرق وحرق إطارات السيارات فيها، وطالبوا بإطلاق سراح الناشط إحسان الهلالي الذي اعتقلته قوات أمنية في ذي قار. ونكمل موضوع الناصرية، بس خلينا نشير إلى ونربط موضوع اللي صار بالناصرية اليوم مع ما تحدث به يوم أمس وزير الدفاع في إحدى اللقاءات المتلفزة، وأشار بأن هيبة الدولة لن تكسر بصاروخ أو صاروخين. خلونا نشوف المقطع مع وزير الدفاع ونرجع لكم. التواريخ وكذا هذه الأمور هذه تدري لازم إحنا نكون حكماء بها. هذه إحنا ولد بلد واحد، يعني خمار روح نسوي لنا حرب أهلية على مود والله هذا يضرب وهذا ما يضرب. إحنا نحاول قدر الإمكان
نضبط انفسنا، والحمد لله الامور ترى مو يعني بالشهر ده ينضرب صاروخ صاروخين، يعني ما ياثر على هيبه الدوله ترى هذا. بس انا اقول لك يزعج مثلا هذا السفارات الكذا، تدري دول اجانب يخافون، يقول لك اخاف يصير كذا، بس الحمد لله الامور ترى تحت السيطره. زين، اذا انتم تعتبرون انه الصواريخ لا تقلل من هيبه الدولة، علي ايش منزلين هاي القوات الجيش والشرطة ومكافحة الشغب ولاحقين هالمتظاهرين السلميين؟ يعني هل هذه التظاهرة السلمية اللي تطلع في بغداد ولا في الناصرية ولا في البصرة ولا في أي مكان في العراق راح تكسر هيبة الدولة اللي تدعون بها، بينما الصواريخ ما تأثر على هيبة الدولة؟ يعني هذا تناقض، هذا تناقض. اليوم أنت من تقول أنت كوزير دفاع بأنه إحنا إذا نظل نركض وراء هذا وراء ذاك على مطلقين الصواريخ اللي أنت ما تقدر توصل لهم ولا تقدر تتكلم معهم، يعني هم الدولة وهم فوق الدولة فوق القانون، ليش أنت تحرك كل هذه القوات وتواجههم بالرصاص الحي وبالقنابل وبالاعتقالات وبالقتيل؟ يعني ذولي يأثرون على هيبة الدولة هذه التظاهرات السلمية، واللي يطير صواريخ ويأثر ويقتل ناس مواطنين أبرياء، يعني هذا ما هذا يأثر على هيبة الدولة وهذا ما يأثر على هيبة الدولة؟ ويقول لك والله يزعلون السفارات، بس يعني تخلق حساسية، مو هذا أنت انفلات أمني واضح، يعني تناقض واضح بالكلام، تملق واضح من قبل وزير الدفاع جمعة عناد لموضوع الصواريخ، بينما المتظاهر السلمي اللي يطلع واللي قاعد ببيته يتم اختطافه هذا عادي، هيبة الدولة ماكو مشكلة، هذا يعتبروه إرهابي، بس اللي يطلق الصواريخ لا، هذا مو إرهابي ولا يأثر على هيبة الدولة. يعني هذا التناقض عجيب غريب منه يصدر من وزير دفاع. شلون نقدر احنا نفهم انه اليوم طلعوا تظاهرات بالناصرية يطالبون بإطلاق سراح زميلهم الناشط اللي تم اعتقاله، وجوبه بهذا الرصاص، وجوبه بهذه القنابل وبهذا الأعداد الكبيرة من القوات، يعني كأنها نازل معركة. يعني إحنا من بداية ثورة تشرين ولغاية الآن لم كل الصنوف القوات الحكومية تنزل بالشارع، جيش وشرطة وأمن ومخابرات وحشد وميليشيات وغيرها وغيرها، يعني ذولا خوفوكم، ذولا يكسرون هيبة الدولة، بس اللي يخطف واللي يقتل واللي يهدد الدولة واللي يطير صواريخ هذا ما يأثر على هيبة الدولة. معنا اتصال من كرار من الناصرية، كرار هو ناشط من الناصرية، تفضل أخي كرار. نعم استاذ، تحية لك. حياك الله، يا هلا كل المشاهدين كرام، أهلا وسهلا بك. اللي صار بالناصرية أخي كرار اليوم، نعم استاذ، تظاهرات اليوم اللي حدثت في الناصرية، نعم، بعد ما قاموا في تصفية الخيم في جميع المحافظات، نتعرض يوميا إلى تهديدات ونتعرض إلى طمع في بيوتنا من قبل القوات القمعية، من قبل الشرطة المركزية في كل المحافظات، وهذه المنهاج ظال على طول الوقت، يعني من امتياز الخيم لحد الآن يلاحقوننا، لحد الآن عندنا ناشطين جاي يتعرضون تحقيق وجاي يتعرضون يعني في السجون، ويعني في حالة كلش يعني من ذاك اليوم، فمرة مرتين ناشدنا الحكومة، طلعنا هاي الساسات، طلعنا مدري شنو، رحنا بلاغ سوينا يا ترى احنا ناشطين كنا وانتم فكونا بعدنا، يعني شنو تردونا من عندنا، يعني طلعنا طالبنا بحقوقنا. نعم، وكل مناشدة كل هاي ما فأمس الناس صارت الأمس الناصرية على الناشطين اللي جاي يطبون عليهم قوات القمعية وفي بيوتهم. يعني أنتوا هذه التظاهرات السلمية، هاي التظاهرات السلمية تطلعون تظاهرات سلمية أو تطالبون بالإفراج عن زملائكم من النشطاء، الظاهر أنتوا تهددون هيبة الدولة. اي هيبة الدولة يا استاذ، شو من طلقة الكاتيوشي على السفارة ماكو شيء صار، ولا صار تهديدات ولا راحوا كظوهم ولا راحوا اي شيء، بس احنا من كظو الناشطين العدمة اللي هم طلعوا على مود الريد وطن وطالبوا بحقهم، طلعت هاي السفارة اللي هدف هيبة الدولة
السنه، وين كانت هيبه الدوله من 18 سنه؟ يعني كان الناشط اللي انكاب اليوم اللي طلع هو اول ليش طلع؟ طلع من الحقوق ما عنده، مسلوب الاراده، حاله الفقر وصلت الى 40%، يعني شنو بعد منتظر؟ طلع من ضيمه، طلع من الجوع يعاني، طلع من يريد الخبز ياكلها، يريد التوفير العائلي. بس كله الظاهر الحكومه ما جت تجاب اي قانون من قوانين الشعب، ولا جت تجاب لاصوات الشعب. والحكومه اذا تظل على هذا المنهاج للشعب ولكل المحافظات، كل المحافظات المحتفظه سوف تثور بوجه هذه الحكومه القمعيه. ما يكون الرد. يعني خلال هاي الاشهر اخي كرار، وعود مصطفى الكاظمي بإلقاء القبض على قتلة المتظاهرين، بإطلاق سراح الاعتقالات بحق الناشطين، بوقف هذه الاعتقالات، شفتوا أنتوا على الأرض أكو شيء طبق الكاظمي من هذه الوعود؟ دكتور كل وعود وكل مثل ما تقول يطبق من الحكومة ما صار كل شيء. كل يعني نروح لهم في المركز يا رجل يجينا تحديث تهديد من قبل هذا الرقم، اتخذوا اي اجراء، ما يتخذون حق اي اجراء، جاي يطبون علينا بنفسياتهم، يطبون علينا اليوم عندنا اصدقائنا وعندنا كثير من الاصدقاء، كثير من المحافظات، جاي يطبون عليهم للبيوت وياخذونهم، ياخذون السجن، عندنا صديقنا بالبصره، حتى اصدقائنا بالبصره، اصدقائنا بالبصره صار لهم ثلاث اسابيع بالتوقيف وموقفينهم. نعم. ويتعرضون لمساءلات قانونيه من قبل القوى القمعيه من ضرب واحتداء. نعم. الرسالة اللي توجهها أخي كرار، الرسالة للعراقيين، الرسالة اللي نوجهها، نعم. نطالب اليوم الناشط الحكومة بأن يكون لنا إحنا الناشطين المحتفظين من ساحات التظاهرات في عموم العراق أن يكون لنا حق يحمينا. إحنا خرجنا التظاهرات حق سلمي سفلها الدستور، وخرجنا على مود حقوقنا، ما يصير يوم يوم طلبوني، وإذا ما استجاب الحكومة المطالب من الحكومة سوف يكون لنا رد في جميع المحافظات، وسوف يكون لنا في عيون الطغاة، في عيون الأحزاب الفاسدة على حجمتهم هاي في حق إخواننا المتظاهرين السلميين والناشطين. نعم. أنا أشكرك أخي كرار من الناصرية. معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك شهدي قاسم الشريفة، حياك الله يا أهلا بك. هم دولة من الشعب ودول حكومات يدعون أنه نظام صالح نظام صدام الشين الشهيد أنه يطبع الشعب عمر يقتل الشعب، وهم دول مظلومية أنه يحررون العراق من صدام الشين، لم يطمع شعبه ويقتله. عم صدام ما قتل الواد بالشوارع عندكم هيك شيء، ما اعتقد ما صدام شو اعتقدكم أنتم، انتم الغرائيين قتله. نعم. اخي المواطن بس يعبر عن حقه السلميه، يا هذول مو سلميين، هذول ما عندهم ثقافه سلميه، عندهم ثقافه القتل الخطف، يعني حتى النساء تطفوها العمر. نعم. فقط الشيء بيلعب شيء للزبر. يعني الشعب يظاهر مجرد يعني هذول ما عندهم منطقه اسمها سلميه، ما متربين على القتل العمر من اجسادهم بايران. هذول هدفهم الانسان العراقي من السلطة، كل شيء بعد نصف السلطة، حتى لو سلمية بقتلهم، لأن أهم شيء السلطة. هذول كانوا يحلمون بي أن يوصلون العراق. نعم. وهم كانوا يجون يطلعون بالفضائيات وأنه شعب صدام الحسين بيقتل بشعبه ويقتل بشعبه، وهم اللي يسوون عندهم ما سووا مثلهم، هم يسوون مدنيين القتلة. زين شلون نقدر نفسر ما قاله وزير الدفاع جمعة عناد بأنه هذه الصواريخ اللي تطلق بين الحين والآخر على المنطقة الخضراء ما تهدد هيبة الدولة، وبين تظاهرات سلمية دع تقمع يقتلون المتظاهرين صار لهم أكثر من سنة، واعتقالات وخطف ومصير مجهول بحق الكثير منهم، والتخوين، كثير من الناشطين هربوا خارج العراق بسبب التهديدات. شلون نقدر نربط؟ يعني ذبحونا الجماعة بهيبة الدولة، وينها هي الدولة أصلاً؟ أخي عمر حديث العاقل وما لا يعقل. نعم. المسلطة في العاقلنا هو إحنا حالياً احتلال إيراني، احتلال إيراني مالك دولة. هذا الكاظمي عينه الكهنة، الكهنة الكهنة بإيران هم عينه الكاظمي. هذا لا حول ولا قوة عنده، بس الوعود وبس، غير الدولة إحنا حالياً
حاليا احتلال ايراني، هذا واقع، ما في دوله، اكو احتلال ايراني حكومه. وانا ما اطول عليكم واشكرك. شكرا جزيلا اخي محمد من هولندا. معنا اتصال ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اهلا بك. هو اساسا مثل ما تفضلت، اساسا هي الدوله كنظام سياسي عملي ما موجوده، فاين هيبه الدوله؟ لان ما بني على فراغ فهو اساسا ساقط. يعني دولة ماكو، احنا ندور على هيبة لها. القوى الامنية اللي تحمي البلد داخليا وخارجيا هي اثنين، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والسلاح يحصر بيدي هاتين الوزارتين واعضائها فقط. اما كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد عنده حزب وعنده ميليشيا وعنده الاسلحة وعنده كذا. هذا انفلات امني واضح، يعني ساعة الساعة والان وصلت القضية الى العشائر. يعني باي زمان احنا نشوف عشائر تتقاتل ما بيناتها بمقاوم الطائرات، ها 14.5 ملم، وبالهاونات المتوسطة والثقيلة. يعني باي زمان احنا جاي نعيش، واحنا جاي ندور على الدولة وهيبة الدولة. الأموال التي تهرب إلى الخارج من 2003 إلى الآن، يعني البارحة على إحدى القنوات حصروها بما يبلغ أن تبني بها 20 إلى 30 ألف ناطحة سحاب، وتشتري بها بين 40 إلى 50 ألف F-16 وغيرها من الأشياء. وين راحت هاي الأموال؟ ويقول لك نقص بالموازنة ونقص بالكذا. أنا أحكي لك الآن الكهرباء عندنا منطفي، التجهيز وبلغونا به 6 ساعات ويعطونا العطاء ساعتين، يعني 18 ساعة قطع و6 ساعات، وأحنا في عز الشتاء. ماذا عن الصيف المقبل؟ ويطلع وزير المالية ووزير الكهرباء ورئيس الوزراء يقول المستحقات المالية على العراق لإيران للكهرباء والغاز لتشغيل المولدات العدنة أو المحطات الكهرباء 6 مليارات تم إعطاها إلى إيران، وراح يأتيكم الكهرباء من هذا اليوم. وهذا الحكي قبل 10 أيام، وإلى الآن كل شيء ما شفنا، دمار في دمار في دمار. زين النفط بدأ يرتفع، انتو شلون تقيسون الموازنة على 42 دولار، والآن اليوم وصل الى 54. طيب هاي 10-12 دولار باليوم، خلنا ناخذها على قياس 10 تضربها في 4 ملايين يومية، 40 مليون دولار المن تروح. ويقول لك عندنا نقص. نعم. اي نقص هذا؟ وقبل يوم يومين يقول لك الآن دخلوا مادة جديدة على الموازنة مال 2021، وهي دفع ديون كردستان بالغة 40 مليار دولار. أريد أشوف شنو الطلب الـ40 مليار دولار؟ عمي 40 مليار دولار مال 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 ميزانية سوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومدري، يعني 5 دول، دول وين يحكون؟ بأي وادي؟ وراحوا راحوا ورجعوا لك على الموظف البسيط، راحوا راحوا لحد الآن ما وزعوا قطعة أرض واحدة. سرقوا الأموال العامة والخاصة، حتى الساحات والحدائق العامة ما خلصت من أيديهم والمتنزهات. نعم. ويحكي لك عن السيادة ويحكي لك عن هيبة الدولة. من أكو دولة؟ من أكو هيبة؟ الخلل يكمن في الشعب. الشعب عليه أن يقوم بثورة عارمة وسحق رؤوس الفاسدين. والسلام. وعليكم السلام. أنا أشكرك أبو زينة من النجف. خلونا نقرأ رسائل واتساب. رسالة من محمد من العراق يقول السلام عليكم. يقول أستاذ عمر، هيبة الدولة تطبق فقط على الفقير في العراق، وتصريح وزير الدفاع وكأنه محلل سياسي، والواقع في العراق لا توجد دولة وإنما دويلات داخل دولة، والمسيطر هم الميليشيات الموالية لإيران، والحل الوحيد هو الخروج بثورة شعبية بجميع أنحاء العراق من أجل كنس هؤلاء السفلة ومحاكمتهم أمام الشعب. أخوكم محمد من العراق. رسالة يقول فيها ما ذكر اسمه، يقول شلونك دكتور عمر، أي سيادة يتحدثون عنها هؤلاء اللصوص القتلة
التي أتت بهم أمريكا الملعونة من مخلفات القمامة ومجاري الصرف الصحي كما يقول. معنا اتصال صباح من بغداد. تفضل أخي صباح. أستاذ عمال أهلا وسهلا بك. بالنسبة لتصريحات وزير الدفاع الأخيرة يعني مع الأسف أن العراق والجيش العراقي هذا اللي تاريخه مرموق أني مثله هيد شخصية ويحكي تصريحات يعني معيبة أصلا، يعني لا هو صرح تصريحات حقيقية. الشارع العراقي كله يعرف من اللي جاي يضرب هاي الصواريخ الكاتيوشا، ولو تقع على الأمريكان، احنا الأمريكان هذول محتلين بالعكس، خلي يذبحون الأمريكان ويحرقون كل قواعدهم. المشكلة جاي تقع على بيوت الناس المدنيين وسياراتهم وأمن المواطن، يعني عنده عادي يقول صاروخين إذا يضربون بالشهر على السفارة ما راح تروح هيبة الدولة. أي هيبة الدولة وأنت وزير دفاع وعندك الإمكانية العسكرية والمعلوماتية من الاستخبارات العسكرية والاستخبارات والأمن المنظومات الموجودة عندك، المفروض عندك معلومات منو جاي يطلق هاي الكاتيوشة وتسميها كوزير وعندك سيادة وحمايات فوج حماية كامل، المفروض ما تخاف من جهة معينة. وبالعكس هم ذول السياسيين زرعا طائفية بالمحاصصة اللي جابوها، يقدر يحكي على الطرف الثاني ويقدر يسمي الأسماء بمسمياتها، يعني يقول الكتائب الشهداء ما أدري شو اسمها وربع الله وحزب الله. لا هو الرجال يقول لك احنا ما نريد نخلق فتنة ويصير حرب أهلية. زين هاي مئات الشهداء اللي سقطت في ميادين وساحات التظاهر وخلقت يعني شرخ كبير ما بين يعني الكثير من مكونات المجتمع العراقي، يعني نتكلم عن المجتمع وعن الأحزاب والميليشيات والحكومة، تمام؟ أستاذ احنا كمجتمع ليش ما يتكلم عن هذا؟ هم فتنة، هاي هم نعم. فتنة هاي الدماء اللي راحت. احنا كعراقيين كشيعة وسنة احنا اخوان ودمنا واحد، احنا كمواطنين متفهمين ان اللي طائفية والمحاصصة جابتها الأحزاب والسياسيين ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الكل مسؤولين عن الطائفية اللي هم زرعوها بالشارع العراقي. كعراقي أنا من الغربية ومن بغداد، احنا اخوتنا اهل الجنوب، فكمجتمع عراقي، لكن الطائفية هم اللي جابوها. لا أنا يعني اقصد اللي صار هذه الدماء خلقت نعم. فتنة ما بين المجتمع وما بين الحكومة، اكثر بعد صارت بها شغلة دم. تدري مثلا نينكتل يعني حتى إذا تجيبها على مسألة عشائرية، الضابط من العشيرة الفلانية والمقتول من العشيرة الفلانية، هذا 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 الشرخ، هذه فتنة. المقتول نعم. المقتول من هذه المحافظة ومكافحة الشغب مثلا جاي من غير محافظة، هذه هم فتنة، وهي كلها فتنة لها انعكاسات على المجتمع. أستاذ عمر احنا من 2003 لحد الآن هاي العجلة القتل اللي موجودة كانت الفرق الموت وغيرها اللي كانت مع الأسف جبر صولار يشكل لجنة تحقيقية وهي فرق الموت كلها من وزارة الداخلية، كانت تقتل على الهوية، تقتل الضباط والطيارين والدكاترة وهجرت وقتلت ما قتلت بديت المرحلة 2006 الله لا يعودها. فجبر صولار هو اللي يقتل وهو اللي يحقق. الآن يعني من 2003 لحد الآن ما خرج وزير دفاع أو مسؤول أمني من مثل مصطفى الكاظمي كان مدير جهاز المخابرات وهو عنده معلومات كاملة عن ما يدور بالشارع العراقي، من اللي يشيل الكواتم والقبعات الزرق ومن اللي فوق القانون ومن اللي الجهات اللي هي ما تعترف بالسيطرات والحواجز الأمنية للتفتيش فوق القانون. فمصطفى الكاظمي عد الحالات هاي اللي صار بالسنة الأخيرة 2020 800 حالة اغتيال بين خطف وقتل وتغييب وغيرها. مصطفى الكاظمي وين اللجان التحقيقية اللي شكلتها؟ زين الدولة أو أي مسؤول سواء سني أو شيعي طلع بالإعلام وحكى قال احنا حزب الله وبدر والعصائب وسرايا السلام هي وراء من يقتالون ويقتلون بالعالم، ما حد حكى هالشيء. اذا ان القاتل هو جزء من عندهم من العملية السياسية وجزء من تحميل كتل السياسية وتحميل أحزاب نعم. ومحمي فوق القانون. صباح هم أكو موضوع مرتبط بالتظاهرات وبثورة تشرين وما يحصل اليوم في الناصرية، يعني القضاء بالعراق أصدر مذكرة إلقاء قبض البارحة بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بناء على تحقيقات توصل إليها بعد سنة من مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. زين هذا القضاء
اللي قدر يصدر مذكرة إلقاء قبض على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ليش ما قدر يصدر ويوصل إلى نتيجة بالتحقيقات واللجان المشكلة بعد أكثر من سنة؟ الطرف الثالث، الميليشيات، سميهم ما شئت، اللي قتلوا المتظاهرين السلميين، شنو فسر هذا؟ احنا القضاء نعرف القضاء مسيس، وهذا القرار والامر اللي صدر يعني على ترامب مذكره قبض من محكمه الرصافه، يعني نعرف احنا وراء جهات يعني اللي متمثله بحزب الدعوه والعصائب والولايين الى ايران، وهاي جاهم امر من الحرس الثوري سووا هيك سووا هيك. اما كل اللي اقتالوهم المتظاهرين بالجنوب والناصريه والنجف وبغداد وغيرها، لحد الان القضاء العراقي ما صدر مذكره قبض بحق المجرمين، وهم يعرفون من المجرمين، كل حتى الاهالي اهالي الضحايا والشهداء يعرفون من اللي هددهم ومن اللي قتل ابنائهم ومن اللي غيب ابنائهم ومن خطف البنات والنساء العراقيات من ساحات التظاهر وهددهن باعراضهن وشرفهن، كلها معروفه. هو الحشد المقدس، احنا خلينا نحكيها بصراحه، الحشد هو فوق القانون، والحشد هو ما يعترف باي جهه من كانت، يعني لا يعترف بقانون، لا يعترف بحزب، لا يعترف بدوله، لا يعترف بالمواطن والمواطنه، ما يعترف بحد الحشد. فهو الحشد الولائي اللي هو جاي يسوي هاي الامور، وهاي حتى المذكره معيبه. احنا نعرف اللي يقتلون، نعوف اللي يقتلون ابنائنا بالجنوب، ونطير ورا ترام اللي عنده حصانه دوليه، يعني ترام باقي له اسبوعين، انتم ما تخافون من عنده يروح يدوس الدقم عليكم هسه يحرقكم حرق، اللي هو جابهم على الدبابات وهو ساندهم، وهو بمعارك اللي يسموها معارك التحرير على المحافظات السته، هو ساند الحشد، هو الغطاء الجوي كله كان من الامريكان والفرنسيين والالمان وغيرها، وكل الدول التحالف سوت لهم غطاء جوي في سبيل يدخلون للموصل ويدمرون الموصل ويحرقوها عن بكره ابيها، يعني الارض المحروقه على ايد المهندس وعلى ايد سليماني وغيرها. أنا اشكرك اخي صباح من بغداد كان معنا، مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود لكم. شوف اعتقالات، اعتقالات بالشهداء. المرة تحاكي. ادري. خطايا هسه لزمون. اهلا بكم من جديد. طبعا اليوم هم اللي صار بالناصريه بانه قام مسلحون بعد ظهر اليوم بقتل محامي وناشط مدني داخل منزله في بلدة الشطرة في محافظة ذي قار. طبعا نقلت وكالات أنباء عراقية محلية عن مصادر أمنية في المحافظة بأن مجهولين اقتحموا منزل رئيس غرفة المحامين في مدينة الشطرة المجاورة للناصرية في محافظة ذي قار علي الحمامي، وقتلوه داخل المنزل بعدة طلقات نارية، ثم تمكنوا من الفرار من دون ذكر
مزيد من التفاصيل. يعتبر الحمامي بحسب ناشطين من الناشطين في الحراك الشعبي وخاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي طالت المتظاهرين والناشطين. وأكد مسؤول أمني في المحافظة بأن قوة أمنية وصلت إلى موقع الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وبين بأن الحادث يحمل بصمات ميليشيات مسلحة تقف وراء عملية اغتيال الناشطين في المحافظة. معنا اتصال أبو محمود من الرمادي، تفضل أبو محمود. أهلا والسلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شو أستاذ عمر؟ يا أهلا بك، حياك الله، أهلا وسهلا بك. إحنا نشكر قناتكم الشريفة. أهلا بك. ألو أسمعك يا أبو محمود. عمي وياك أبو محمود. عم أستاذ عمر، نعم. أسد جمع عناد وزير الدفاع، نعم. يقول الهاية مايا هذا إني ما يصير، يعني الصواريخ ما يكسر هيبة الدولة، الأبرياء أربع أرهاب. عمي، نعم. هذول الناشطين اللي هسه أنا بالناصرية من جاي يموتون، يعني هاي مو على الدولة. هذول أربع أرهاب، الصواريخ لا مو أربع أرهاب. نعم أستاذ عمر، نعم. احنا عيب علي، جانا مصطفى الكاظمي، قلنا يا جاد الله الحمد لله والشكر ان جانا هذا مصطفى الكاظمي الحمد لله، فهسه طلع مصطفى الكاظمي ما جاء خطيه هاي خدمة الدولة، راح لبس القمصرة مال الحشد. نعم يلبس القمصرة مال الحشد الذهبيه، يعني اكو قائد بدور صدام حسين يذب السترة مالته الرتبة مالته يذبها يلبس مال الحشد. بالله هو هذا حشي، ليش المندزع سوى أمر القبض على ترامب؟ ما يطلعون دول الأبرياء اللي المظلومين 35,000 35,000 عائلة، اضربوا على كل واحد عند 4 نفرات، ما يقول عنده 10 و15 نفر، يعني دولة يعني مو عارف هاي ما تأثر على هيبة الدولة. يعني شلون ما يعني الصواريخ ما تأثر وذول الأبرياء أربع أرهاب ما يمثل الدولة؟ انت عايش قاعد ورا كرسي وميز وتايب نفسك انك انت وزير دفاع وزير داخلية. نعم بس انت استاذ عمر يعني عيب عليهم يطلعون بهذا ازاي ويقول جمعة عناد والله الصواريخ مو عيب. ليش مو عيب؟ مو عيب عليكم هاي شيء، خلاتم هيبة للدولة، انتم عندكم دولة كلكم حرام ويا الصابر، يعني انتم من خلاتم هالشباب، احنا جت العالم عيد براس السنة، احنا بدموع تبقى بدموع، وعند واحد من ولد المخدر المحترم كان عنده ابن يقول يحب لي بالعقار مالي، يقول لي جدي ما تقول لي بابا وين؟ قلت له جدي شو اسوي بابا؟ احنا وياك بابا على الله، يعني ما تقولوا لنا هذول محتغلين، انتم لما تدزون لترام ما تدزون لكم صبكم على الحشيد على حزب الله على اخر، ليش يعني سويتم امر على ترام تجيبون ترام؟ يعني وين لقيتم الشنب هذا اللي ما عندكم تمثال للدوله؟ ما خليتهم هيبة للدولة، وين؟ العراق ترى البلوز بس الاسم عراق، ما بي دولة عمي، والله ما بي دولة، كل عصايب عمي، والله كل أحزاب عمي، ما والله عمي. الله المعين. يعني احنا صدرة من رزازة عصت على دولة، تعصى على دولة وين لقاها؟ من الصدر على ترامب ومن القبض، ما صدر لها من القبض على وانت بالبلد مالك. ما تضحك على هذا يوم طبهم عليه على بيته واغتلوه المحامي، يعني هاي مو عيب عليكم؟ نعم. يعني شنو انتم بس ارجفتهم شنو حكومتكم ايرانيه؟ يقولوا احنا ايرانيين، اطلعوا انتم خارج البلد، حتى اطلع خارج البلد شوف ما الدوله وين يودينا. الله يعني المعين، الله المعين، الله يفرج عن الله اكبر. يقول حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. انت يا جماعه ناس، انت يا ابن البلد، انت شلت خيبه قبل يعني من مال صدام. أنا أشكرك أبو محمود من الرمادي كان معنا. معنا اتصال ممتاز من رومانيا، تفضل أخي ممتاز. ممتاز تسمعني؟ أي عيني سمعك. تفضل عيني. مساء الخير أستاذ عمر. مساء النور، أهلا وسهلا بك. الله يسلمكم والله، الله يجيبكم. يا هلا بيك على القناة الروعة مالتكم. الله يسلمك ويخليك. أدري ما أصحي شلون حكومة الديجون، حكومة فاسدة لا أخلاق لا تربية ولا دين ولا مذهب، يعني الناس هاي بدها تروح الأبرياء، ومثل ما سمعت
هسه طبعا دابوا على الاخبار وعلى القناه وهذه يعني بدنا نحكي كل العالم تحكي نفس الحكي. حرام والله حرام حرام حرام. هل هالبلد هذا تدمر من سنه 2003 لحد الان. ويكفي يكفي يا حكومه يا حكومه يا سياسيين خافوا الله ولكم. وهنا ما راح يصير ما يصير مثل ما صار للسابقين يا اخي. ما هذول الناس ما يفكرون هذول شلون حكومه شلون وزراء شلون دوله. ما اعرف يا اخي. شوفوا العالم خلي يشوفون العالم شلون عايشه. هاي اوروبا هاي انا عايش برومانيا الدوله فقيره عايشين مثل الملوك. ليش ما نصير مثلهم كلهم حراميه وفاسدين ورهابيين ومرتزقه وقتالين قتله. نعم زين. القضاء من اصدر مذكره القاء قبض بحق الرئيس الولايات المتحده الامريكيه. ايه والله عليك راح يلزموه من 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 محكمه الرصافه. والله هذا حكي هذا من عدمه صدام الشهيد صدام. وين كانوا هم؟ دزيت رساله طبعا انا ادزها من على الفيسبوك ودزيت لكم رساله البارحه. وين كانوا العاد من عدمه الشهيد صدام؟ وين كانوا؟ وين كلهم كانوا؟ كان المالكي موجود وذاك اليوم كان طالع من رئيس القضاء مال العراق ما اعرف وين. يقول لي انا كنت حاضر بعد صدام. وين العدل؟ وين متحكموه عمي؟ كلهم ايرانيين كلهم سفله كلهم فاسدين كلهم اسلام. ما اريد بعد اجيب كلام فاسد وكلام غير ناطق. حرام حرام هالدولة هذا الشعب. يكفي حروب 8 سنين ويا إيران ويا أمريكا. وهسه جت إيران إجت تحكم العراق. شوفوا العالم خلي يشوفونا وين صارت. العالم بدها تموت جوع. يطلع لي هذا يقول يا وزير دفاع هذا كالناس بالشارع ما تخلوا. والله لو يجيبون كالناس بالشارع يفتي مزيد من عدوه. والله العظيم وحق محمد وحق الانجيل. ما عندي بعد شيء. نعم ما اعرف. والله المعين. انا اشكرك. ممتاز من رومانيا كان معنا. طبعا متظاهرو الناصريه كانوا قد اصدروا امس بيانا دعوا فيه القوات الحكوميه الى التوقف عن حمله الاعتقالات التي تنفذها ضد الناشطين في التظاهرات وإسقاط جميع التهم الكيدية عنهم. وأوضحوا بأن حملة الاعتقالات مستمرة وطالت أخيرا الناشط إحسان الهلالي. طبعا موضوع تجدد الاحتجاجات الشعبية في محافظة ذي قار جنوبي العراق فتح يعني الكثير من التكهنات والتخمينات بعودة المواجهة بعودة التظاهرات أكثر من بدايتها بسبب ممارسة القوات الحكومية وممارسة الميليشيات بقتل وملاحقة الناشطين. يعني حتى مع فض ساحات التظاهر ورفع خيم الاعتصام في تلك المدن من قبل القوات الحكومية وبأوامر حكومية مباشرة التي لا تزال تنفذ حملات اعتقال ومطاردة لعدد من الناشطين والمتظاهرين في مناطق ذي قار والديوانية وكربلة والبصرة تحت حجج وذرائع مختلفة، من بينها دعاوي قضائية رفعت ضدهم من قبل ميليشيات مسلحة ومن قبل أحزاب بتهمة حرق مقراتها ومكاتبها في الأشهر الأولى. تنفجر الاحتجاجات بحسب مراقبين مرة أخرى فضلا عن استمرار عمليات الاستهداف من قبل تلك الميليشيات. واليوم الجمعة حذر السياسيون وبرلمانيون من أن الاحتجاجات الشعبية في البلاد ستعود مجددا مع استمرار أسباب خروجها الأول رافضين استمرار الاعتقالات والتهديدات بحق الناشطين في التظاهرات من قبل قوى اللا دولة كما سموها. عضو البرلمان باسم خشان قال وكشف عن تحضيرات لتظاهرات جديدة في الفترة المقبلة ضد الحكومة والأحزاب الحاكمة. وأوضح في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن التظاهرات التي يجري الإعداد لها ستنطلق في بغداد وسترفع مطالب من بينها إصلاح القضاء، وبيّن بأنها قد تمتد إلى محافظات أخرى. معنا اتصال أبو مهند من الرمادي. تفضل أبو مهند. ألو. تفضل. نعم. أبو مهند. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخي. في موضوع أريد أطرح يمك. تفضل. أكو عائلة، هذه العائلة أبو لها مخبر سري عدو يكرههم ذولا معاي. شلون أبو مهند؟ عائلة، هذه العائلة أكو مخبر سري فدها يكرههم وكتب عليهم. ألو. مخبر سري بس نص نعم. التلفزيون الله يخليك. كتب اي نص التلفزيون. نعم تمام. شوي المخبر السري هذا كتب عليهم وهذا عدو لهم يبغضهم. نعم يعني شرط عداوه وكتب عليهم. نعم نعم تمام. فهذا يا اخوي اثنين من ولده واحد منهم توفى بالألفين وستة بالسجن. ألو. بالألفين وستة. نعم. ألو. عيني أسمعك بس نص التلفزيون للأخير. وإذا أكو أحد يمك دايق شي خليه يسكت. تمام. ألو. أسمعك. فهذا أبو واحد منهم متوفي بالألفين وستة. نعم. ومسجل بالحياة ومسجل داعشي. يصير هذا؟ شو وقت هاي القضية صارت؟ والله هذه صارت يعني بالألفين وستاعش وراء ما أجم النازحين. وهذا رجل غشيم يعني ما يدري فخبروه قالوا لعم فرنت عائلته كلها مسجلة والمسجل اختراه مبين فلان ابن فلان هذا عدو لكم. تمام. فهذا مسجل ابنه وليد، هذا وليد أبو شوي عقله مو شيء. بالألفين وستة صارت مقابلة من الأمريكان والمسلحين. يعني المخبر السري كاتب على أخوة اثنين، واحد متوفي بالألفين وستة واحد عقله مهند، واحد متوفي بالألفين وستاعش. تمام. هال اثنين متوفين. هذا نعم. الاثنين متوفين له شنو؟ هم اثنين متوفين. تمام. وكاتب عليهم ذولا داعشية بالحياة. نعم. أهاليتهم الصار بيهم. صار بأهاليتهم. نعم اثنين متوفين أخي. وهذا الاثنين يعني ميتين من 2016. هسه تمام. هسه شنو اللي صار؟ دول ميتين. بالحياة موجودين. نعم. نعم. فهذول الباقين باقين ولد اثنين. فهم كاتبين عليهم دول بالحياة كم كاتبين عليهم. نعم. فهذا رجل نزم ولده وهي ولده نزم تركيا. زين يصير بالحياة الميت قبل سنتين قبل ثلاث سنين اللي بال 2006 متوفي ميت يصير يكتبون عليه داعش وبالحياة؟ نعم والله هذا اللي صاير اللي صاير مع الأسف. عمي ناس طلعت شهداء وهم بعدهم بالحياة وده يقبضون عليهم رواتب بالعراق. والله سجنيهم شهداء شهداء بمعارك هم مدنيين لا بالجيش ولا بالشرطة وصار لهم 15 نعم. سنة يقبضون عليهم راتب. هذا الوضع اللي صار بالعراق مافيات وعصابات. نعم الله المعين. نعم أقول ليش أقول بس لكن ذولا بيخالف هذا إنه لكن هذا إنه متوفي من نعم من 2006 مساكين. وبعدين وقعوا بها أهاليهم. أخوه سالم متوفي من 2016 وكاتبين عليهم بالحياة وداعشي. نعم زين هذا يعني ما يصير زين هذا. القضاء من أصدر مذكرة إلقاء قبض ذولا ميتين. نعم. ذولا شو لهم علاقة؟ ميتين. تمام. البقية يعني قالوا أنتم أخوتكم داعش لازم تبقون ما ترجعون. هذا قرار القاضي لو 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 سوالف الشرطة لا 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 الناس ها. الناس اللي بالمنطقة تقول لك نعم نعم. قالوا لهم قال عم ترى ولدك اللي بالحياة اللي يهم أكثر هم سجلين داعشي فأنت أخذ ولدك وخلص نفسك وروح بغير مكان. ها فساهموا في تركيا. ها فإحنا يعني الخاطب ورئيس الوزراء الرجل الفقير هذا كل شيء ما أبيده ماشي ما مشى له محامي القاء أكو القاء قبض بحق أبوهم من القاضي لو ماكو لا ابوهم ما علي امر قبض لكن اخوته بدول بالحياه مسجلهم داعش على اخوته
أخوت هذول يعني أربعة مسجلهم اثنين متوفين قديم. نعم. وهذا ها في الحظر مسجلهم دواعش وبالحياة. هي هاي مصيبة. يعني يطلع واحد فلما من العائلة لما يجي من أخيه وأبوهم لما يجي أبوه نعم. مفهوم مفهوم كلام. يعني هذا ظلم هذا ظلم هذا ظلم واضح. مو شلون ما كان يعني ظلم ما له مثيل. وهذا الكتب عليهم أبوه ما هو كتب عليهم. بعدين طلع مجرم وعلي أمر خار غضب ومنهزم خارج العراق. الله يفرج الله يفرج والله الله يعين الناس. أنا أشكرك أبو مهند من الرمادي كان معنا. خلونا نقرأ رسالة على الواتساب. يقول السلام عليكم، أريد أسأل سؤال، القضاء العراقي من الذي يسوي مذكرة اعتقال على ترامب لأن قتل اثنين مجرمين، لعد ليش مسوى حملة اعتقالات المالكي على الغربية لو الميليشيات اللي قتلت المتظاهرين والشباب الأبرياء يريدون حق للإيرانيين هم مجرمين وقتلة. يقول حسبنا الله ونعم الوكيل أم أيمن من بغداد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول ما يحدث في مدينة الناصرية مركز محافظة ذيقار من مهاجمة التظاهرات السلمية وملاحقة الناشطين السلميين وعملية قتل لأحد المحامين والناشطين في كذلك في محافظة ذيقار. تحدثنا بأن وعرضنا ما قاله وزير الدفاع جمعة عناد يوم أمس بأن الصواريخ التي تستهدف المنطقة الخضراء لا تهدد هيبة الدولة، وتساءلنا وطرحنا التساؤلات حول هل التظاهرات السلمية تهدد هيبة الدولة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.